هنا راه على ما اعتقد هذوك الجبال اللي تيبانو تماك راه واقيلا الجزائر هذيك. المهم غنقربو غادي يبان البلان. تحية لكاع المغاربة، مرحبا بكم في مدينة بودنيب. والسلام عليكم. والسلام عليكم. صباح الخير، نهار جديد. انا باقي في نفس البلاصه اللي خيمت فيها البارح مسكي، ودابا غادي لهذيك القصبه، قصبه مسكي. كيف تتشوفوا هذيك القصبه كاينه على واحد الاطلاله رائعه، كاينه على هذا الواح هذه ولا هذا الواد هذا، وراه ليه فين خليت هذاك المخيم اللي بت فيه البارح. واحد المساله مهمه هو القصبات ولا النظام ديال القصبات. من اكثر الامور اللي تتميز منطقه الجنوب الشرقي، وخصوصا يعني جهه درعا تافيلالت، فهاد القصبات هادو كان عندهم بزاف الاهداف. اولا يعني اهداف اجتماعيه واهداف يعني امنيه، لانه كيف تتشوفوا، شوفوا مثلا هذيك القصبه، شوف البلاصه فين محطوطه، يعني محطوطه عاليه، يعني مثلا شي حد الا جابو يهجم عليهم ولا شي حاجه، شوف كيف عاليه وصعيب انك توصل ليها وتسلك ليها. عاد بالاضافه لذلك غادي تلقى في ربعه الجوايه تيكونوا واحد الابراج. والقصبه هي اصلا هو المصطلح يعني الحقيقي ديالها كاين بالامازيغيه تيغرمت، تيغرمت واللي جايه من واحد المصطلح اخر اللي هو اغرم، واغرم هو القصر، وتيغرمت هي القصبه، يعني بحال قلتي تصغير ديال هذاك، ديال هذاك القصر. وراتي راه كاينه الطريق نيت ليها شي نص ساعه تقريبا ديال الطريق. وعاد انهم تيحاولوا انهم فاش يبنيو هذه القصبه هذه، في الغالب يعني تتكون حدا شي بلاصه فيها الماء، بحال كيف تتشوفوا هنا هذه البلاصه راه باينه فيها الماء. في الغالب هذا واد، ما عرفتش اش من واد هذا. وهذا مسكي هذه تنتمي لقبيله مغراوه، هو النظام القبلي يعني راه كان في المغرب يعني بشكل كبير بزاف. كانوا بزاف القبائل غادي تكونوا سمعتوا عليهم، قبائل مصموده، زناته، مغراوه الى غير ذلك. وحنا نحاول نوصلوا ليها ونشوفوا المنظر كيفاش داير فيها. وضربتي 3 كيلومتر ولقيت راسي زاق الطريق، مشيت تالي جاب الله. سولت واحد الراجل غادي على واحد البهيمه ديالو، يقول لي راه زقلتي الطريق، راه خاصك تمشي دوز من ليه الى رديتو البال في هذيك البلاصه فين انا. انا راه تماك منين دايز الطريق. شوف دابا انا بهذا التطور تاع وسائل التكنولوجيا كاينه الجي بي اس، وسولت الناس وتلفت باش تعرفوا يعني امنيا راه محصنا مزيان. وما ساعاك في هذاك الوقت يعني كان صعيب انك توصل ليها. في الغالب ما غاديش نمشي ليها، لانه حتى هاد الصباط هذا ما نتاعش الروندوني، تفكرت غير داك واحد الريل ولا مع تميم ولا مع تيديرو تاع انا ديال الروندوني. هذا ما ديالش الروندوني، هاتي راه تتهزو ثقيل صافي، راه تتبان من لهنا، وراه حتى من هنا تتبان على شكل شي لابيرانت، بحال شكل شي متاهه من الداخل، وراه هي اغلبيتها مخربه، وتقريبا العمر ديالها شي سبعات القرون، 700 عام. دابا نمشي نهز الموطور ان شاء الله ونجدو الطريق لجهه سميتها هذيك اللي غادي ليها، تتنسى عليا السميه ديالتها، شحال مرة تنتلف السمية، تنسيت والله إلا نسيتها. بوذنيب، ندوزو لبوذنيب هي الأولى عن بوعنان إن شاء الله.
السلام عليكم، انا عاود نشدو الطريق مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله غنخرج من هاد البلاصه اللي سميتها مسكي ونشدو الطريق الوطنيه رقم 10 باتجاه بوهنان. دابا هو كيف قلت في البداية، اول فيديو حطيت، يا بسم الله، كيف قلت في البداية اول فيديو حطيت بانه الهدف من هاد البلاصه نوصلوا ليها بوهنان، هي راه ما فيها شي حاجه سبيسيال، ولكن غادي نمشيو نشوفوا الحدود ونشوفوا هذاك الشانتي اللي تكلمنا عليه في الاول، داك الشانتي اللي قلنا دايز من الجزائر وهو محسوب على المغرب او فيه واحد النجمه مغربيه، فنشوفوا نيد هذه القضيه واش كاينه ولا لا، واش باقي هذيك الطريق محلوله ولا زدتوها من شحال هذا. بعدا واش غادي في الطريق هي هذيك، دابا باقيه 125 كيلومتر على بوهنان، بوهنان باقيه ليه 125 كيلومتر، وهذيك البلاصه اللي بغينا نمشيو ليها قالت ليها غادي تكون شي 140 بحال هكا، 144 145 هنا تيتفرقوا الطرقان في هاد البلاصه هادي. شكا هنا واحد الطريق اللي دايره على اليسار هي اللي غادي يمشيو معاها، والطريق طواله غادي ترجعك لجهه مرزوقه وارفود وهذوك المناطق ديال الجنوب الشرقي، وهنا هاد الدوره هادي غادي تديك لبو عنان وبو عرفه ووجده، حتى لوجده عرفة بعيدة 250، بو دنيب 69. ما هنا باش مهم تكون عندك هاد جي بي اس، صراحة الله ديك ساعة كنت نتقول بزاف، بعض المرات تنبقى غادي في شي طريق تلقاني زقلت بشي 10 ولا 15 كيلومتر، وهذا تكون ضيعتي ليصاص وضيعتي الجهد وضيعتي الوقت اللي هو اكثر حاجه مهمه، وراه الصباح هذا كاين البرد، واحد القضيه هنا في الجنوب الشرقي الصباح وفي العشيه تيكون البرد، والبارح نيت فاش كنت في هذاك المخيم تقريبا وصلت ديك الربعه وقسمين بحال هكا، سمعت الاذان تاع من الصبح ساعة واير الهلال تيهلل ونطو، عاتي راه واحد البرد راه بزاف بارك الله. دابا لك من الطريق سير سير دابا هنا تيتفرقوا الطريق، هاد الطريق هادي غادي تديك لجهة ميدالت والريش، وهادي غادي يدينا وجدة وعرفة وعنان بني. دابا قربت ندخل لبودنيب ولا هو هذا تقريبا بودنيب، دخل ندير ليسانس هو الاول ونتسارح شي شوية في هاد الفيلاج هذا، عاد ديك ساعة نكمل طريقي ان شاء الله. السلام عليكم. بعدا كيدير اخويا بخير؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك. نسينا ما قلنا السلام عليكم هي الاولى. لا ما كملنا البلان الله يرحم والديك. شفت شفت يا عمر عمر صافي بارك عليك، لا دير الغطا وتا نعم غير لا دير المغطا وتزلاه صافي ماشي مشكل بارك عليك. الله يرحم والديك. عندي لا بسم الله.
هنا في بودنيب كاينه واحد التكنة عسكرية. حنا نعت ليا واحد السيد واحد لابيس تخرج ديريكت لعرفود، صراحة ما عرفت واش ندوز منها ولا اش غادي يكون في البلان، ما عرفتش. حتى نمشي دابا لبو هنا نعاد ديك الساعة باش نكون راجع يبان البلان ان شاء الله. ما عاد بودنيب كاينين هنا الدراري لارمي بزاف. بغيت نشوف شي بلاصة نوقف فيها وناكل عاد ديك الساعة نتحرك ان شاء الله. ويتسارح نيت من المقر هذا فيه قريبة لشي 80 كيلومتر بحال هكا في هاد الصباح هذا. هذا سيونس هنا في بوديف. صراحة الله جيت ملقيته باقي ما خدمش، انتم كيف تتشوفوا راه باقي ما بداش، ولكن مسكين ولا مشى طيب لنا باش نقضيو بعدا. الله يرحم ليه الوالدين. شي كلمة با يونس. السلام عليكم. تحية لكاع المغاربة، مرحبا بكم في مدينة بوديف. والسلام عليكم. السلام عليكم اجي تخرج. مرحبا. الله يعطيك انت السيونس. يلا صح مبروك هذه فاش شفناك اخويا، طلع ليا في راسك ونشوفوا ان شاء الله في ساعة الخير. تبارك الله عليك، الله يسر الامور. تبارك الله عليك ابا يونس، تحياتي. نتحركوا عاوتاني. باقي يقدر في الرجوع نعاود ندوز من لهنا ان شاء الله. ان شاء الله مع تيسير الله. اوب يا بسم الله توكلنا على الله. امين يلا عانك الله. السلام عليك. بندوز دل هنا عاد نرجع. السلام عليكم. دابا غادي نخرج من بودنيب، هو في الحقيقه الا دزتي من عاد مع هذا الشارع الرئيسي غادي تبان لك بان راه فيلا صغير، ولكن فاش تدخل لهاد الشاف هاد البلايص راه كاينين بزاف، يعني كاينين بزاف ديال السكان. منطقة كبيرة شي شوية، ماشي كبيرة بزاف، ولكن يعني فيها واحد الكثافة سكانية معينة. هذاك الدريوز ظريف الله يعمر هذا. جيت عندو سولتو قلت ليه واش كاين الغدا، قال لي باقي ولا مشى معايا مسكين برجليه حتى لعند واحد اخر ما لقيناش، ويقول لي ارجي يرجع معايا دابا نقاد لك. قلت له انت بلا ما تعذب راسك، قال لي الله حتى نقاد لك. ولا فاش قالت لي الغداء بغيت نخلص والله ما بغى يشد من عندي. اجمل هما على الطريق الى هذا السيد اللي مقابلو باقي له. السلام عليكم. تبارك الله هذا السيد هذا عنده جمال الدار. تبارك الله اللهم بارك له جينا هنا يرام وليد. تبارك الله. بعد الرحال تيبقاو تابعين غير البلاصه فين كاين المرعى الابل ديالهم ولا الجبال ديالهم، يعني مره غتلقاه هنا واحد شويه غادي تلقاه باط لتحت، يعني البلاصه فين ما كان المرعى تيمشي ليها. من بدات الرحلة وانا مصدع لكم راسكم بوعنان بوعنان بوعنان. هي بوعنان يا هذيك اللي تبقى في كاين هذاك الشاطئ، هو في الحقيقة راه ماشي بوعنان هي الهدف، راه بعد بوعنان، ولكن هذه فرصة نيت نشوف هذه المدينة وديك الساعة ان شاء الله نطلعوا لبلاصة أخرى وانا غادي نعاود نرجع عليها عاوتاني ان شاء الله. بنينا واحد الجبل راه هي شنو هاد الباب الاخر راه هو كتبين فيها الله الوطن الباهي. هاد الطريق هاكا على اليسر تدي لواحد البلاصة سميتها بنيت جديد، وهنا بو عرفة وبو عنان. مركز بو عنان
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيك بخير. شكرا. الله يرحم والدي. شكرا بزاف. يا بسم الله توكلنا على الله. نعاودو نكملو الطريق. هادي تقريبا اول مرة جابوني فيها الجندار فهاد التراجي هذا والتراجيات الاخرين كاع يعني تقريبا نهار باش نسافر قليل باش يوقفوني ولكن الحمد لله الوراق عندي كلهم هما مليكين الانسان واحد القضية يريقل الشغل ديالو لاسيرونس ديالو الوراق ديالو يكونوا ناضين الموتور يكون ناضين البال يكون شي شاعل فيهم وما عندهم لا شي خاص الكاسك ديالو دايرو دير القوانين ديالك ما كاينش اللي يدوي على الجمال هاو هادي هي الدخلة ديال بو عنان هو ماشي مدينة راه غير فيلاج هذا هو الفيلاج مادام انه هضرت لكم بزاف عليه غندير واحد القضيه غادي ندخل لكم لجهه المركز لانه شحال واحد غادي يتقلق علينا غادي يقول لك اصاحبي من الصباح ملي بداو الفيديو هذا تقول بوعنان بوعنان وما دخلتيش ليها غنحاول اننا ندخلوا ليها شوفوا كيفاش دايره هانتوما كيف تشوفوا راه فيلاج صغير ولا جماعه صغيره غير واحد شويه نسرحوا به الموطور وديك الساعه نعاود نشد على داك المركز الحدود اللي داز من هاد البلاصة هادي من لهنا ورا بوعنان بواحد 4 ولا 5 كيلومتر غادي يلقى هاد اللوغو هذا يتفكرنا به دابا بقات لي هذيك البلاصة شي 11 كيلومتر اللي بقات
يعني في هذا الاتجاه هذا نرى على ما اعتقد هذوك الجبال اللي تيبانو تماك راه واقيلا الجزائر هذه. المهم غنقربوا غادي يبان البلاد.